لحظة وصول عيلة البيوتي إلى المغرب، شاهد المزيد من التفاصيل. شاركت عيلة البيوتي مجموعة من الاستوريات لحظة وصولهم إلى المغرب، وهي أول سفرة لفراشة اليوتيوب إلى المغرب. أترككم على الاستوريات ورأيكم بخصوص هذا الخبر. يا جماعة أنا كتير مبسوط، وصلنا بخير وسلامة للمغرب. والمغرب يا جماعة الجو هون بسم الله بجنن، الجو نفس جو إسبانيا بالظبط.